السلام عليكم الحباب. اليوم جبت لكم وصفه لذيذه بزاف بالفراوله. لي فريز راهم متوفرين بكثره في الاسواق هاد الايامات وراهم باثمان معقوله. جبت هذيك الفراوله، اختاريت دوك الحبات الملاح وحطيتها في اناء باش نغسلها. منين نكون نغسل في ديك الفراوله ما لازمش نحولها القطمير باش ما تتشربش الماء، لان الفراوله صار لها كل اسفنج تمتص الماء خصوصا كي نحيو هذاك القطمير نتاعها. درك جا وقت لي نحيو هذا لو بيدونكول ونحاولوا ما ناكلوش بزاف من الفاكهه نتاعنا. ونجوزوا درك الطريقة التقطيع. التقطيع لازم يكون بطريقة عشوائية، مش مشروط تكون كاينة تقطيعة متناسقة ولا منتظمة، عادي ما راحش يأثر بزاف. درك هنا راكم تلاحظوا باللي لازم كامل هذيك الكمية نقطعوها ونحطوها في إناء. فوالا، رانا تقريبا كملنا كامل الفريزه اللي عندنا. ودرك فوالا نزيدو هاد الحبه صغيره اخر العنقود. نجيبو الميزان نتاعنا ونوزنو الفراوله نتاعنا. هنايا رايحين نقومو بشويه رياضيات، والعمليه اللي راح نديروها هي اننا ناخذو الوزن تاع الفراوله نقسموه على 3 باش نتحصلوا على كميه السكر المضافه. كما جرت العادة دائما في المعجون ولا المربى، دائما كنا نستعملو نديرو كيلو فاكهة مع كيلو سكر. هكذا راح يكون المربى تاعنا ثقيل وحلو وغير صحي. انا فضلت نمد اللمسة الشخصية تاعي هي اني حطيت ثلث كمية الفراولة عبارة عن سكر، باش هكذا ديك المربى تجيني خفيفة وصحية. نخلط السكر مع الفراولة كما راكم تلاحظوا، نخلطوه تري تري بيان ونحطوه على نار قويه. فوالا، لهنا هذه هي لاستوس في هذا المربى اللي هو خفيف وظريف وسهل وسريع وصحي بالبزاف. بكري كنا نحطوا الفراوله يبات ولا اي فاكهه تبات وتطلق الماء نتاعها وتبات ليله، ونحطوها افدو وناخذوا بزاف الوقت باش نخدموا المربى نتاعنا. اليوم جبت لكم طريقه فريمون براتيك وسهله بزاف راني معتمدتها منذ سنوات. كما راكم تلاحظوا حطيت الفراوله نتاعي طلقت الماء نتاعها وبدات تغلي، خليتها تغلي لمدة 10 دقائق. وهناك كما راكم تلاحظوا راني نحي في هذاك الشوائب. هذه التقنية نعيطوا لها إيكومي. هنا رانا نحيو في هذاك الشوائب اللي رايحة من بعد، لو كان ما نحوهاش تخلينا الفراولة نتاعنا مشي صافية ولونها يجي باهت. دونك فوالا نحيناها كامل. فوالا نحو هذه تاني ما نخلو والو. كما راكم تلاحظوا اللون هذا تخلصنا منه، وهذا الشيء راح يخلينا المربى نتاعنا فريمون صافي. هنايا راني نغلي تري تري بيان. كملوا 10 دقائق اللي غليت فيهم الفراوله نتاعي على نار قويه، وهنا تحصلت على معجون كما راكم تلاحظوا فيه صافي، راه عاقد شويه. فوالا، ودرك نجيب الميكسور. هنا الميكسور راح نمد ضربات خفيفه، بالكو لازم نخلو في المربى نتاعنا لازم يكونوا هناك قطع باش نحسوها بعد في اثناء الاكل، ما لازمش تطحنوها كامله كما راكم تشوفوا معنا هنا. فوالا نغطوها نخلوها تبرد تماما. ودرك حبيت نوريكم اذا حبيتوا تخدموا ان كولي نتاع الفراوله تقدروا تاخذوا من هذاك المعجون تطحنوه تري تري بيان بالميكسور. كما راكم تلاحظوا هنايا رانا تحصلنا على سائل متجانس وقوام يكون ثقيل ليجيرمون. نصفوه نمروه في الصفايه باش نحو كامل هذوك البذور. فوالا نصفوه تري تري بيان حتى كامل هذوك البذور نتخلصوا منهم. ودرك تحصلنا على كولي صافي وفيه قوام رائع بلا جيلاتين ني كولوران. هنا خديت هاد البقالات، انا نفضل المربى نتاعي نحطها في بقالات صغار ما نديرهاش في بقالات كبار، من بعد تعرفوا على السبب علاش. ها راه المربى تاعي بعد ما بردت
راه القوام تاعها رائع، كثيف راه فريمون جات هايله بزاف بزاف. درك نبدا نعمر هذوك البقالات نتاعي، ودرك نقول لكم علاش اختاريت بقالات صغار باش نحطهم من بعد في المجمد. كما نعرفوا هذا المربى هذا اللي درته ما يحتويش على بزاف سكر، دونك يقدر يكون فراجيل. دونك واش ندير انايا، نحطه في بقالات صغار ونحتفظ بهم في المجمد ونجبد على حساب ما نحب. انا هاد البقالات نقدر نحتفظ بهم شهر ونص في الثلاجه عادي، واذا حبيتوا تحتفظوا بهم لمده اكثر حطوهم في المجمد. نجوزوا الان للكولي باش نمد لكم افكار تاع الاستعمال. تقدروا هاد الكولي تستعملوه تزينوا لي زاسيات تاعكم، تستعملوه في لي ديسير، في لي تشيز كيك، في ديروه مع لي غلاس، اي حاجه تحتفظوا به. تاني هاد الكولي في بقال يبقى معاكم حتى شهر ونص في الثلاجه. فوالا المربى تاعنا راها حاضره وجاهزه معاكم، ان شاء الله تعجبكم. الاحباب نتمنى ديروا لي لايك لا فيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء.